إدريان. عيد ميلاد سعيد يا إدريان. يا بلاك، أبعد قطعة الجبن العفنة هذه عن مارينيت، لا تنسي تنظيف غرفتك بعد الدراسة. أمي، اليوم هو الجمعة وأنا منشغلة بالفعل مع آليا. حسناً، أنا سأنظفها، لكن لا تلومينني إذا وجدت أحد أغراضك الشخصية كمذكراتك أو بريدك. حسناً، أو سأنظفها، سأنظفها. نهارك سعيد يا عزيزتي. عيد ميلاد أعني نهاراً سعيداً. جدولك يا أدريان. شكراً يا ناتالي. هل وافق أبي على إقامتي لحفل عيد ميلادي؟ في الواقع إنه يعتقد أنها فكرة سيئة. بالتأكيد. عيد ميلاد سعيد. هل تمازحني؟ هل كان والدك طوال عمره مكتئبا؟ لابد أنه في وقت ما كان شابا ويحب الاحتفال. لا، ربما كان مكتئبا حينها أيضا، على الأقل حاول. إنه عيد ميلادك، ثابر. يمكنك فعلها. يمكنك. يمكنني. أتعرف، سأذهب للتحدث مع والدك. لا تضع وقتا، لن يغير من رأيه. لا يمكنني. كلا يا فتاة، أنت تماطلين منذ الصباح، حان الوقت. أهلا. أنا لا أصدق أبدا ما أراه. هل هو عيد ميلادي إدريان؟ هل أفعل كل شيء بنفسي؟ إذا ما هي فائدتك؟ أنا أردت أن أهديك عطية، أعني أعطيك صنعة أهديتها. ساعدي. عيد ميلاد سعيد. أجل، شكرا يا كلو. حقا، هل وصلتك هديتي؟ كلا. ماذا؟ يا لعمال التوصيل، لابد أنها كانت ثقيلة فاضطروا للعودة. إنهم كسالى، سأتأكد من وصولها الليلة. عودي إلى هناك، هيا لا تكوني نكرة، تشجعي. ماذا أحضرت له؟ لم أفعل. هذا دورك، ويستحسن أن تكون رائعة وأن لا تتأخر. هيا لا تخافي. جلسة تصوير على يدها. لماذا لا أعني ما أقول؟ تقولين ما تعنين؟ بالضبط. يبدو أنني يجب علي أن أتولى أمر والدي إدريان. هذا الصندوق لا يفتح. اقرعي الجرس. أتمزحين؟ وماذا إذا رد إدريان؟ نعم. أهلا، أنا زميلة إدريان. هل كلامي يتكرر؟ ضعيها بالصندوق. شكرا. أتمنى أن تعجبه. ألم توقعي عليها؟ يا لك من فتاة. من هذه يا ناتالي؟ صديقة إدريان كانت تحضر هدية لعيد ميلاده. هل قمت بشراء هديتي له؟ لكنك لم تطلب ذلك. بالطبع فعلت. حسنا سيدي، سأتولى الأمر. جيد. نعم. أهلا. سيكون هنا حالا. إدريان ليس هنا. جئت لأراك يا صاح. يا سيدي. أنا؟ هذا صحيح، انظر، أعرف أنك لا تريد إقامة حفل لإدريان، لكن هذا عيد ميلاده يا صاح. أقصد سيدي. كلا، لن أفعل. لكن هذا ظلم، إنه متفوق ودائما ينفذ ما تطلبه منه. التصوير، المبارزة، البيانو. مينو، لماذا جئت؟ جئت هنا لأدعمك. كن رؤوفا يا صاح. أعني سيدي، أرجوك. لا داعي يا نينو، انسى الأمر. اسمع يا صغير، أنا من يقرر مصلحة ابني. في الواقع لقد قررت الآن أنك صديق سيء وغير مرغوب فيك ببيتي مجددا. ارحل من هنا. أبي، نينو كان يحاول مساعدتي فحسب. مع السلامة. نينو مهلا. أنا آسف، فوالدي عنيد قليلا، يستحسن فقط أن تبتعد عنه. هذا ليس عدلا يا إدريان، إنه قاسٍ وظالم. شكرا لك يا نينو. لا، ليس وقتا للعب، فعندك واجبات. الكبار يفسدون متعتنا دائما. يدوق للمساعدة لكنه بلا حيلة. شيء محبط، قريبا سيتحول ذلك الإحباط إلى غضب.
تصيري أيتها الأكومة وسيطري عليه. اسمي هو هاكموث، والآن اسمك هو بابلر. سأساعدك في حل مشكلتك، وواجبك في المقابل هو إحضار شيء من الدعسوقة والقط الأسود. حسناً يا هاكموث. في غياب الكبار سنصبح أحراراً. هذا رائع جداً. انتهى بالمشاكل. لابد أن الهدية وصلته الآن. ماذا تقولين؟ أتشوق للذهاب للمدرسة بعد قليل. لابد أن أحقق أطلق أخوها. لابد أن أعثر على الشرير الجديد وبسرعة. تيكي وقت النقاش. هيا. الآن وقت الاحتفال. اليوم هو يوم مساعدكم يا صغار. الكبار سيأخذون إجازة، لذا استمتعوا بوقتكم بلا واجبات وبلا فروض بلا تحكم. إنها هدية بابلر لكم. سوف يعود والدكما، سأتأكد من ذلك. اعتني بهما حتى أنتهي. حسنا، كان هذا غداء عيد ميلاد لا ينسى. هي ناتالي؟ أبي؟ أهلاً أهلاً بفتى عيد الميلاد. اسمع، لقد رحل والدك، وإن غاب القط فليلعب الفأر. نينو؟ لقد أحضر البوبلر كل أصدقائك لأجل هدف واحد، للاحتفال. هيا يا شباب، لن ترقصوا إلا نفيتكم مع الكبار في الفضاء. قريبا ستظهر الدعسوقة والقط الأسود للنمي عبرهما. ما هي مشكلتك؟ فلتسترخي، لطالما تمنيت هذه الحفلة. لكن نينو أصيب بالأكومة، يجب أن أساعده. لن تتاح لك هذه الفرصة لاحقا. هيا لنمرح قليلا في غياب أبيك، ثم ننقذ نينو ونأسر الأكومة وننقذ الموقف. حسنا، معك حق. هذا أول يوم في حياتي أستطيع فيه أخيراً فعل ما أريد. وقت القتال يا بابلر. أجل. أهلاً، حفلة لطيفة. ربما، لا أدري، فهي حفلتي الأولى. هادئة. لا أظن هذا هو الوقت المناسب. إنها لإدريان، إنها رقصته الأولى. حسناً، أنا أفهمك. ألا تعتقدين أن الجميع يتصرفون بغرابة؟ انسى أمرهم، لنرقص. لن أسمح بهذا. تعويضة الحار. من يعبث بموسيقاي؟ أنا فعل. يجب أن أهرب قبل الرجوع لطبيعتي. انتهينا. مارينيت، كان فقط أمرا طارئا. أجل، لكن ما حدث كان بدافع الغيرة. أنت تعرفين بعد استخدام تعويذة الحظ، فبعد دقائق ينتهي المفعول. لكنني ظننت أن بابلر لن يتحرك من مكانه أبدا، ووجدتها فرصة لإطعامك وزيادة طاقتك، وبعدها سنعود فورا. أنا أعدك.